السلام عليكم. حنا كنشكروا من هذا المنبر كنشكروا ساعتكم على الحضور ديالكم للتغطيه ديال هذا الدوري هذا. كنشكروا الناس اللي تقبلوا الدعوه ديالنا وجاو حضروا معنا في الدوري هذا ديال عيد العرش المجيد اللي هو غالي على الجميع. بالنسبه للدوري حد هو اننا نعاونوا هذه الوليدات لابعد المدى، لما لا نشوفهم تما فرق كبار ان شاء الله. المنطقه ديال حيل المريم فيها طاقات، كيف شفنا حنا كاع في المنتخب، بقينا فريق، بقينا لاعب في المنطقه ديال حيل المريم اللي هو اناحي تبارك الله، اللي هو من المنطقه ديال لاله مريم، وتبارك الله راه هو وصل المنتخب. يعني ما كاين حتى شي حاجه صعيبه باش ان اي ولد في المنطقه ديالنا ان شاء الله حتى هو اي حاجه يقدر يوصل، يقدر يوصل يعني بالخدمه. ومن هذا المنبر كنشكر واحد الناس اللي خدامين صراحه، اللي كيعاونونا ماديا ومعنويا، اللي في الديار الاوروبيه اللي من امريكا ومن كندا، اللي كيساهموا بزاف في هذه المنطقه اللي باغينا ان شاء الله تكون في المستوى. ونتمنوا من الله التوفيق للجميع، ونتمنوا من الله ان شاء الله نكونوا عن حسن الظن، والله يوفق الجميع والله يوفق. السلام عليكم. انا جيت كنشجع الدري ولدي كيلعب في هذه الفرقه ديال ريال سبور كازابلانكا، وكنجي نشجعهم ملي كنعرفهم لاعبين شي ماتش، كنجي نشجعهم باش كنحفزوا الدراري شويه، وانا فرحان ليهم لان ولدي كيلعب معاهم، وكنتمنى التوفيق للجميع. جي نشجعهم في هذا الماتش اللي انا منظمين هذا الدوري في هذه المناسبه الكبيره ديال عيد العرش المجيد، وكنتمنى الدري ولدي يكون في فرقه كبيره وفي المنتخب الوطني، علاش لا. تواجدوا هنا ملعب العربي الشباك بهذا الدوري ديال عيد العرش، الذكرى الغاليه على الشعب المغربي. والحمد لله كيف ما كتشوف اجواء جميله، الروح رياضيه ما بين الطرفين، بمشاركه اعرق الفرق ما بين النادي حد سوالم اللي كينشط في القسم الاول احترافي، ونادي يوسفيه برشيته اللي كينشط في القسم الاول احترافي، وجمعيه الانصار اللي كتنشط تحت لواء عصبه الدار البيضاء الكبرى القسم الثاني. وقيله اول مره، حيت المجيء ديالي هو اول عام، هو هذا غادي يكون اول مره تنظم بجوج فراقي من لا بريمير سيري اللي كنشطوا في القسم الاول احترافي. والحمد لله هذه المره غادي نجيبوا جوج فراقي، المره الجايه علاش ما نجيبوش المغرب كامل وندير واحد النهار ديال بلاطو، نجيبوا اعرق الفرق المغربيه ما بين الرجاء الوداد الفراقي ديال منطقه مولاي رشيد. وفي الحقيقه هذه بادره طيبه تقوم بها الجمعيات على صعيد المنطقه، وعامه وخصوصا جمعيه ريال كازا سبور حي لاله مريم، في الحقيقه في شخص الكوتش انور والكوتش بدر بومغاز تيقوموا بواحد البادره طيبه انهم تيجيبوا لنا فرق اللي تنتحكوا معها معروفه على الصعيد الوطني. سابقا كانت الجيش والفتح، دابا تنشوفوا برشيد وحد السوالم. في الحقيقه ما علينا احنا كاباء وكمنطقه الا نعاونوهم ونشجعوهم في اطار هذا النهضه الكرويه اللي تعرفها المغرب. بفئه الصغرى لفريق الشباب الرياضي السالمي، حنا جد فرحين بهذه المبادره اللي خاتها جمعيه الانصار، استدعتنا على اننا نشاركوا في هذا الدوري اللي هو مناسبه عيد العرش. في الحقيقه هذا الشيء جميل، وهذه الانشطه وهذه التظاهرات كيساهموا في اشعاع بعض الفرق، وخاصه انهم مستعدين على موسم 2023 2024، وهي مناسبه للتعارف ومناسبه لمجموعه ديال الايجابيات اللي خدناها هذه البدايه ديال هذه السنه. وكنشكروا المنبر انفاس بهذه المناسبه، وكنشكروا الناس المنظمين، وكنشكروا جمعيه الانصار.